في مدينة بارما في إيطاليا، علم أعصاب اسمه جياكومو ريزولاتي. كان في يوم شغل عادي جدا، وهو شغله إن هو يركب جهاز MRI على دماغ قرد ويشوف النشاط اللي هيحصل في دماغ القرد لما يمد إيديه عشان يمسك الموزة وياخدها. وبعد يوم شغل طويل الفريق تعب وقرر إن هو ياخد راحة، وريزولاتي بعد ما خرج افتكر إن هو ساب الموز جوه فرجع ياخده. وفي اللحظة دي حصلت واقعة غيرت مجرى التاريخ، غيرت فهمنا لآلية العقل البشري تماما. وهو بيسحب الموز من قصاد القرد، فجأة حصل نشاط في دماغ القرد كأن القرد هو اللي مسك الموز مش العالم، مع ان مفيش حاجة في جسم القرد اتحركت. وبعد تجارب كتير جدا اكتشفوا حاجة اسمها الميرور سيلز، الخلايا المرآتية، جاية من كلمة مراية. خلايا موجودة في مخ الانسان بتقلد الشخص اللي هي شايفاه قصادها بدون وعي او علم منك. ده السبب ان انت لما تكون قاعد مع حد متضايق من غير حتى ما يحكي لك ايه اللي مضايقه، بتلاقي نفسك تلقائيا متضايق من غير اي تحكم او وعي منك. لما حد بيتاوب انت بتتاوب. الدكاتره بتقولك ان معنى ان في طفل عصبي في البيت ان اهله هم العصبيين، فهو من قبل حتى ما يتعلم الكلام الخلايا المرئيه دي بتبقى موجوده وبتحاكي العصبيه بتاعت اهله اللي موجودين في البيت. فانت لما تيجي تتعصب عليه عشان تهديه، هو مش فاهم ان انت عاوزه يبطل قد ما هو حاسس ان في عصبيه ولدت جواه وهو مش قادر يتحكم فيها وما عارفش هي صح ولا غلط. هو ده الطبيعي. الكلام دوت مخيف جدا، لان انت مهما كنت شايف نفسك شخص كويس او ايجابي، كونك محوط نفسك بناس سلبيه حواليك ده لازم هيتعكس عليك. في كوت مشهوره بتقول show me your friends I show you your future. الكلام ده دلوقتي بقى مؤكد علميا ان هو صح. وفي كوت مصريه مشهوره برضو قالها العالم الليمبي، واحد مصاحب على علاقه واشف كخه عايزنا نطلع الطيار. ومن اكتر من 1400 سنه الرسول قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. خلاص بقى اسيبك بحاجه اخيره، كل حاجه حواليك بتاثر على افعالك، وافعالك دي بتاثر على مستقبلك، فحسن من البيئه اللي حواليك عشان تحسن من افعالك وتحسن مستقبلك. سلام.